الو خوتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبداو في الفيديو، قبل ما نهضروا على موضوع اليوم، الناس اللي تبغي الجيمنج، تبغي لي جو فيديو، يعني كساسوا في اكس بوكس، في الموبايل ولا في البي سي، راني حليت شان تاع الجيمنج ودرت ديجا فيديو على البابجي. روحوا تسيبوا رابط على شان في الديسكريبشن بوكس في اول تاريخ، اتابوناو شوفوا الفيديو هذاك، وراح نزيدوا فيديوهات كل اسبوع ان شاء الله تاع جيمنج. سو دعموني وماكسيموم، ومرحبا بكاع الناس اللي جاوا جدد القناه، ما عليكم الا بالاشتراك من اجل ان ينضمام الى عائله زينو ام اش دي، وفعلوا زر التنبيهات جرس التنبيهات من اجل ان يصلكم جديد القناه. تروحوا تواصلوا معي في الانستغرام، وكاين كل المعلومات في الديسكريبشن بوكس، وكاين هذا التيشيرت طاقه ايجابيه متوفر للبيع، موجود في الديسكريبشن بوكس اول طريق لاي انسان يريد دعم زينو ام اش دي. اما بعد، اليوم راح نتكلموا، يعني سامحوني غيرت الكاميرا، انا عبالكم وصلت لواحد الدرجه من يعني الاعتياد عليكم، حتى انه نحس روحي وكاني نتكلم مع ناس صح راهم معايا اون فاس دو موا، يعني اللي نهضر معاكم كانكم حاضرين معايا في يعني في بيتي، يعني بكل صراحه. اليوم راح نتكلموا على واحد الانسان اللي مسميينه الناس المعجزه، الاستاذ المعجزه. وانا ناكد هذه التسميه باسكو انا في البدايه ما كنتش عارف هذا الاستاذ واش يكون واش ما يكونش الى اخره، كنت شاك فيه، ما كنتش متاكد من طريقته الى اخره، ولكن لاحظت انه عنده الاستمراريه، ولاحظت انه هناك نتائج، ولاحظت انه هذه الطريقه لو تطبق في يعني كنموذج هذا الاستاذ يطبق في مدارس، لانه لسوء الحظ هذا الاستاذ راه يقوم بواحد الامور ما يقوموش بها مدارس ومعاهد كبرى في الوطن المسلم، يعني في الوطن العربي باجمعه، ولكن يعني ايوغ كنقولوا اوروبا الى اخره، يستخدموا تقريبا نفس الطرق، يعني في المدن، في الدول المتطوره، يعني اللي راهي واصله واحد الدرجه من التطور كبيره بزاف. بكل صراحه، الاستاذ المعجزه المنيار على حسب ما اعتقد اسمه، المهدي المنيار على حسب ما اعتقد، يعني نوجه له تحيه خالصه. علاش؟ باسكو الاستاذ يعني احنا يعني في بلادنا بكل صراحه التعليم كل مره يزيد يتطور، كل مره يعني احنا يزيد الحنين تاعنا الى الطريقه القديمه والى الاساتذه القدم وطرقهم في التدريس والتعليم الى اخره. ولكن ما تخفلكمش يا ناس انه الاساتذه في من قبل يعني ما همش عندهم السهولات والتسهيلات اللي عند الاساتذه تاع اليوم، يعني هذا شيء يخفى على العديد من الناس. وممكن انه كيما كانوش كاينين هذوك التسهيلات، كانوا يدفعوا للاستاذ انه يعطيو يدوني الماكسيموم، يعني لانه ما عنده ولا شيء يخسره. ولكن في الوقت الحالي بما انه كل شيء سهل وهناك العديد من الامور يعني متوفره للاساتذه ولا للتلاميذ، اصبح نوعا ما يعني تراجع من هذا، يعني ما ولاش يدوني 100% الاستاذ. ولكن كاين اساتذه نشهد عليهم انا وشهدوا عليهم مجموعه كبيره من الناس اللي يشاهدوني، يعني انهم يتفانون في القيام بعملهم. واحد من هذه من هذه الاساتذه الاستاذ المعجزه، يعني استاذ وهبه الله رزق، يعني الله عز وجل فتح له باب رزق، والله عز وجل قادر يفتح ابواب الخير وابواب رزق لاي انسان منا، قادر يفتح لي باب رزق، قادر يفتح لكم ليكم، قادر يفتح لك ليك انت، قادر يفتح لباباك، قادر يفتح لخوك، يعني ابواب الرزق قادرين ينفتحوا في اي لحظه. هذا الاستاذ عنده رزق، يعني مانيش عارف انا طرق احتيازاته ولا طرق يعني تخلصه بهذا الرزق، يعني لانه نشوفه سيارات فخمه ونشوفه جوائز فخمه يعطيها التلاميذ الى اخره، وربي وهبه والحمد لله، اللهم رزقنا كما رزقه، يعني اللهم بارك له واحفظه من العين والحسد الى اخره، واللهم رزقنا مثل ما رزقته ان شاء الله. يا اقولوا امين، يعني وانتم ادعوا لي دعوه 40 واحد راح تكون مستجابه. فوالا، قلت لكم بلي هذا الانسان ربي وهبه رزق، وهو واش يدير بهذاك الرزق؟ مش يروح يحتكر هذاك الرزق، مش يروح يعني يحاول يزيد ينمي ويطور هذاك الرزق، وكما كاع الناس اللي عندهم درام يخمو تقريبا كاع الناس باش ما نظلموش، يعني هذاك الانسان يستثمر الاموال تاعو وين يستثمرهم؟ يستثمرهم في حاجه ما ترجعلوش الدراهم، يعني ما ترجعلوش الاموال، وانما ترجعلو النتائج، وترجعلو مستقبل تاع مجموعه كبيره من الشباب والشابات، وترجعلو يعني نجاحات في المستقبل البعيد. باسكو راكم عارفين حاجه، بزاف ناس مخطئين في تقديراتهم للشهادات اللي عطوها لهم في بلدهم، يعني يقول لك واش ندير بلايسونس تاع بلادي، واش ندير بالباك تاع بلادي، واش ندير بالماستر تاع بلادي، وما نخدم نو. عرف بلي كي تجيب الباك راح يفتحوا لك العديد من الابواب، الباك راح يكون مفتاحك باش تقرا حتى في الجامعه، وباش تقرا في المعاهد، وباش تقرا حتى في الخارج. باسكو لازم تعرف حاجه، الباك هو وثيقه لابد انها تكون عندك، وحتى وان لم تكن عندك هذه الوثيقه وكنت انت كراك في مجال ما، ولا تكون عندك قوه كبيره في لغه ما، سواء في اللغه الفرنسيه ولا اللغه الانجليزيه، عرف بلي بدون الباك
ما راحش تروح حتى بلاصه، ما راحش تروح حتى بلاصه بكل صراحه. وراني نتكلم على الناس يعني اللي ما عندهمش يعني نفوذ، يعني نتكلم على الناس اللي في مكاني ولا في يعني الانسان الزوالي، يعني الانسان الزوالي، يعني الانسان الزوالي بدون باك ولا بدون شهاده ليسونس، يعني ولا بدون شهاده من معهد، ما شهاده اللي تكون معترف بها دوليا ولا معترف بها في البلد تاعو، عارفوا باللي ما راحش يدير حتى حاجه حتى وان كان عنده امكانيات في مجال ما. باغ اكزومبل تبغي تروح تقرا في فرنسا، البابي اللي تيكزيج الاول هي ريلوفي نوت تاع الباك، كشف نقاط البكالوريا و ديبلوم تاع البكالوريا، يعني شهادة النجاح في البكالوريا. هذه أول حاجة يطلبوها بغض النظر على إمكانياتك في اللغة، بغض النظر على إمكانياتك في مادة ما، بغض النظر على كل شيء. لابد عليكم أنكم تعرفوا بأي شهادة تحصلوا عليها راح تكون باب ولا مفتاح بيبان للمستقبل. لذلك هذا الأستاذ الأسطورة علاش عنده دور فعال بزاف، لانه يعني يقوم بتدريس تلاميذ في مكان حساس جدا. وانتم عارفين وسمعتوا ديجا بقصص تاع ناس ما يقراوش عندهم يعني كورسيس في القراءه ولا في الدراسه بليتو، محطم متدهور يعني تحت الصفر، ولكن كي وصلوا لاخر مرحله قبل البكالوريا حازوا عليها يعني شيء يعني علامات جد رائعه. سو هذا الاستاذ واش راه يلعب؟ راه يلعب دور التحفيز. والتحفيز يعني احنا هو الشيء اللي ينقصنا في قرايتنا. باسكو علاش؟ باسكو ما عندناش تحفيز انك تعرف باللي تروح تجيب هذيك لا موان راك راح دير هذيك سبيسياليتي باسكو قريت الحاجه اللي تحبها طول حياتك. نو 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 نو، حنا التحفيز تاعنا هو الجوائز يعني، وهذا الشيء اللي ينقصنا ويخصنا. يعني اي انسان تقدر تقول له روح دير لي هذيك الحاجه ونعطيك يعني مليون، يروح يديرها يشوف كيفاش يديرها بكل الطرق، يعني بكل الطرق راح يجرب من هنا وهناك الى اخره باش يوصل ويديرها. سو راح هذا الاستاذ اسطوره يلعب على هذا الوتر الحساس. وانا واحد من الناس كان عندي بكالوريا، عندي زوج، انا ناجح في زوج بكالوريات، عندي شهاده بكالوريا اولى علمي وشهاده بكالوريا اولى ثانيه علمي فنك بتقدير جيد الحمد لله، ونتمنى كاع نجاح الناس اللي يشوفوني. هذا الاستاذ واش يدير؟ يعني يلعب على هذا الوتر الحساس والتحفيز، التحفيز بامور ماديه بطبيعة الحال، سواء أموال سواء هواتف سواء يعني رحلات على حسب ما أعتقد. يعني وممكن أن الجوائز راح تكون كبيرة، لأن الإنسان قلت لكم ربي عز وجل رزقه وفتح له باب رزق والحمد لله على كل حال. يعني يعمل دور التحفيز، وحتى في طريقة تدريسه على حسب شهادة يعني تفانيه وشهادة شهادات التلاميذ في حضوره في غيابه، يعني أنا متأكد بأنه عنده طريقة تدريس يعني جد ناجحة وجد فعالة. وزيد لك حاجة، يعني تشوفه يتكلم بواحد طريقة تحفيزية وكأنه درس عنده دروس في التحفيز ويعرف كيفاش يحفز ويعرف كيفاش يدير يتكلم اون بوبليك إلى آخره، يعني فريمون مثال للأستاذ المعاصر. دونك حنا عندنا أساتذة، عندنا أساتذة عندهم إمكانيات، ولكن سكيمونكسي الموارد المادية والتحفيزات المادية. حنا في مدارسنا ممكن أن يكون عندنا أكثر من أستاذ معجزة واحد، ممكن يكون عندنا مئات الأساتذة المعجزات يعني بكل صراحة. باسكو علاش؟ العقول كي نقول العقول يعني نقول الناس اللي واصلة إلى فكر وواصلة إلى ثقافة وواصلة إلى يعني علم كبير ومتطور، بإمكانهم أنهم ينفعوا الشباب وينفعوا التلاميذ اللي يقراوا في الليسي ولا يقراوا في الجامعة ولا يقراوا في السويام، يعني السويام متوسط ثانوي ولا الجامعة. سو سكيمونك سي التحفيز المادي. التحفيز المادي لابد أنه يكون للأستاذ ولابد أنه يكون للتلميذ، يعني لابد على المؤسسات تخلي ميزانية كبيرة ماشي صغيرة، باسكو وزارات التعليم والتربية كي تكلم عن الجزائر عندها يعني عندها دعم كل المؤسسات، وأنا متأكد من كلامي أنها تدعم كل المؤسسات بمبالغ لا بأس بها. يعني وقطاع التدريس في الجزائر يعني قطاع التربية والتعليم في الجزائر يعني راهو عنده ميزانية كبيرة، يعني لابد على هذه المسائل يعني اللي يتحكموا الميزانية لابد انهم يخصوا اون سوم دارجون، يعني اوليو باش يخزنوها يخصوها للجوائز المادية والتحفيزات المادية للتلاميذ على طريقة الأستاذة المعجزة، ويخلوا الأساتذة يبدعون في الأقسام ويبدعون في الدروس الخاصة الإضافية وتكون في المدارس العامة لكاع التلاميذ من دون يعني من دون أموال، يعني تكون هكا وراح يكون أساتذة معجزات وراح تكون تلاميذ معجزات، يعني راح تحققوا المعجزة أنتم كتلاميذ وأنتم كأساتذة. هذا مجرد رأيي، وهذه رسالة شكر إلى الأستاذة المعجزة من الجزائر، تحية إليك يا الأخ، ويعني بيغلوف حب كبير على طريقة العمل تاعك وعلى حبك لعملك،
ونتمنوا لك التوفيق ونتمنوا التوفيق لكاع التلاميذ اللي راهم يشاهدوا هذا الفيديو. نشكركم على حسن متابعتكم لهذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في الانستغرام، ونلتقي في الفيديو القادم. بيس اوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.